بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، انطلق وعلى بركه الله الشوط التاسع خاص بفئه الحيل، وانطلاقه سليمه وموفقه، واشاهد اسماء تنطلق وتندفع وشعارات في هذا الشوط، بدايه مع شعار ظافر بن راشد بن حباب المغيري. ظافر بن راشد بن حباب المظفري الهاجري في مقدمة الشوط مع القحيدية، وتليها في المركز الثاني السعدية فهد بن سيف الخيارين. النقلة والدور والانتقال مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثالث. المركز الثالث العنود لحمد بن محمد بن ناصر المري، تحتل العنود المركز الثالث، وننتقل بإذاعتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع، عطوني اللي في رابع المراكز. المركز الرابع مصيحة لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري، وخامس المراكز العاصمة لعبد الله بن سالم بن حويل المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وهذا هو المركزين الرابع والخامس تشاهدونه مشاهدينا الأعزاء في هذا النقل الحي والمباشر على شاشة التلفزيون. إذا مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى القحيدية لظافر بن راشد الهاجري، تحتل مقدمة الشوط وتتربع التربع الممتاز على الصدارة الشوط، وأيضا هناك ترشيحات مشاهدينا الأعزاء على بعض الأسماء الموجودة في هذا الشوط. المركز الثاني السعدية لفهد بن سيف الخيارين، وثالث المراكز العنود، وتعود ملكيتها لحمد بن محمد بن ناصر المري، وعليها ترشيح من علي بن حمد الشرقي اذا اللي تحتل المركز الثالث، وننطلق بإذاعتنا الى رابع المراكز. المركز الرابع مصيحة لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري، وخامس المراكز المركز الخامس بعيدة كل البعد عن سيارة التعليق وعن سيارة التصوير، ننتظر لنختطف المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط الهادئ نوعا ما، ولكن صدقوني هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة في شوط الحيل. إذا الصغيرة لشهوان بن غانم الشهواني في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس الأولى والثلاث الأولى، تنفرد انفرادة كلية عن بقية المراكز. المركز الأول والثاني والثالث بعيدة كل البعد عن المراكز المتأخرة، وكأنها في شوط آخر. عموما وعلى كل حال، أرى التنافس القوي على مقدمة الشوط ما بين القحيدية لظافر بن راشد بن حباب الهاجري، والتغيير بدأ مشاهدينا الأعزاء من صاحبة الترشيح. العنود انطلقت لحمد بن محمد بن ناصر المري. المركز الثالث أيها الأخوة الأعزاء مصيحة لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري، وخامس ورابع المراكز مشاهدينا الأعزاء. المركز الرابع عند بن حباب، المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء، من تنطلق في ثالث المراكز. المركز الثالث العنود المركز الأول العنود لحمد بن محمد بن ناصر المري. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء القحيدية لظافر بن راشد بن حباب الهاجري. المركز الثالث بعيدة عنا، ولكن ناخذ الرابع والخامس ونعود إليها. المركز الرابع، أرى التسلل من سلهودة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، وخامس المراكز دخول وتسلل مشاهدينا الأعزاء من انطلقت إلى خامس المراكز. هنا لحظة وصولها وانطلاقها حملت الرقم 4 هجمة لسعيد بن زايد الخيارين، والعودة إلى مقدمة الشوط وإلى مصيحة مشاهدينا الأعزاء، أو إلى العنود مشاهدينا الأعزاء. من انطلقت العنود، انطلقت وانتصفت المسافة، انتصفت المسافة أمام العنود وأمام بقية المشاركات في هذا الشوط. العنود تنطلق بشعار حمد بن محمد بن ناصر المري. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء السعدية فهد بن سيف الخيارين. المركز الثالث، من انطلقت القحيدية لظافر بن راشد بن حباب الهاجري. رابع المراكز ومشكور يا مخرجنا. المركز الرابع سلهودة سيف بن محمد بن سيف محمد بن زايد الخيارين. المركز الخامس هجمة في خامس المراكز، وتعود ملكيتها لسعيد بن زايد الخيارين، وشعار بن دلموك
في مقدمة الشوط. روح يا بن دلموك، بن دلموك والترشيحات، إذن الترشيحات على بكرة بن دلموك. إذن مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط راعية الترشيح تنطلق وتنفرد، المركز الثاني عند فهد بن سيف الخيارين واسمها السعدية، إذن السعدية في المركز الثاني، المركز الأول العنود. يا سلام يا سلام، أنا أرشح من في المركز الثاني السعدية، أضع الترشيح على السعدية في المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء القحيدية، ظافر بن راشد بن حباب الهاجري. المركز الرابع على التسلل، يا سلام، دخول 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 من شعار بن راية الشاهينية لسعيد بن علي بن راية. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء هجمة، أو المركز الرابع عند سيف بن محمد بن زايد الخيارين سلهودة في رابع المراكز، وخامس المراكز وصلت الصغيرة الكبيرة بأدائها العملاقة بانطلاقاتها لشهوان بن غانم الشهواني، وترشيحي راح يا فرج في مقدمة الشوط. الكيلو مترين الأخيرين مشاهدينا الأعزاء، السعدية تنطلق، سلالة السعدية بعدي في مقدمة الشوط مع المحترف مع فهد بن سيف الخيارين. يا سلام يا سلام، السعدية مشاهدينا الأعزاء وبدون أي أوامر وبدون أي تعليمات تنطلق مع فهد بن سيف الخيارين. يا سلام يا المحترف، يا سلام. إذا مشاهدينا الأعزاء، الأمور والمؤشرات، المؤشر يشير بأن هذا الشوط يتجه لمصلحة السعدية ولمضمر ومالك السعدية فهد بن سيف الخيارين. يا سلام، 1500 متر يا فهد، 1500 متر، والجماهير تطالبك بالعرض بعد قليل، عرض مع الكيلو الأخير يا فهد، لا تنسى، عرض من عروض السعدية المعتادة، إن لم يكن أيضا التوقيت الزمني مطلوب، توقيت يعني تحقيق أفضل توقيت مطلب كل المضمنين والملاك. المركز الثاني العنود، حمد بن محمد بن ناصر بن دلموك المري. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الصغيرة لشهوان بن غانم الشهواني، ونعود إلى السعدية. السعدية باي باي، ودعت المشاركات، ودعت المشاركات السعدية وانطلقت، انطلقت مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق الممتاز وفي هذا الانطلاق الرائع مع فهد بن سيف الخيارين. سلمت تسليمة مصلي وطارت، سلمت تسليمة مصلي، يوم سمعت باسمها قامت تلفت، سلمت تسليمة مصلي وطارت. ومشكور يا فرج مع عويضة على هذه المعلومات. مشاهدينا الأعزاء، 900 متر الأخيرة والسعدية هي الأقرب للفوز. السعدية مشاهدينا الأعزاء، وسلامي عليك يا المحترف، مشكور يا فهد بن سيف الخيارين على هذا التقديم وعلى التقديم الممتاز. المركز الثاني عند بن دلموك محمد بن ناصر بن دلموك. المركز الثالث لشهوان أو بكرة بن راية، تصل تصل مشاهدينا الأعزاء الشاهينية، شاهينية تنطلق لسعيد بن علي بن راية. المركز الرابع لشهوان بن غانم الشهواني. المركز الخامس عند سيف محمد بن زايد الخيارين، ولكن خلاص، ولكن السعدية مع 500 متر يا فهد، المركز الأول مضمون مليون بالمية. عرض يا أخوي يا فهد، عرض من عروض السعدية، عرض من عروضها المعتادة. السعدية مشاهدينا الأعزاء تنطلق، 400 متر، 400 متر تفصل السعدية عن ناموس هذا الشوط. إذا السعدية مشاهدينا الأعزاء هي صاحبة نقطة هذا الشوط وهي الفائزة في هذا الشوط. ومشكور يا المحترف، باسم الجمهور أشكر فهد بن سيف الخيارين. لا تجعل رأسك يستدير، فأنت مرتاح، فأنت مرتاح. 100 متر، 100 متر، وتهانينا تهانينا وتهاني لك يا غانم بن سيف، غانم بن سيف، والتهاني لفهد بن سيف على هذا الناموس وعلى هذه الانفرادة، وتهانينا تهانينا 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 والناموس لمالك السعدية على هذا الفوز المستحق. لحظات الوصول، المركز الثاني عند بن راية الشاهينية لسعيد بن علي بن راية. المركز الثالث صغيرة لشهوان بن غانم الشهواني. المركز الرابع، المركز الرابع لسيف بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء هجمة لسعيد بن زايد الخيارين. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. تهانينا لكل الفائزين في هذا اليوم والفائزين في يوم أمس والفائزين بشكل عام في السباق المحلي الخامس. حظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ في انطلاقة هذا الصباح وهذه الأشواط. عزيزي مخرجنا هذا الفارس، القعود الفائز بالشوط
الماضي. عطني هذه البكرة مشكور مخرجنا العزيز. هذه مشاهدينا الأعزاء تصل في هذه اللحظات السعدية بتوقيت زمني ممتاز، قطعت المسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 44 ثانية، وننتظر الأجزاء المتبقية من الثانية 44 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك السعدية فهد بن سيف الخيارين المركز الثاني.